تنسيق المرحلة الثانية 2021. بيطري المنصورة تتصدر الكليات بحد أدنى 87.5%. كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي أعلنها اليوم الاثنين الدكتور خالد عبدال غفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تصدر كليات الطب البيطري جامعة المنصورة كليات قطاع الطب البيطري بتنسيق المرحلة الثانية، حيث تصدرت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة القطاع بحد أدنى 359 بنسبة 87.5%. وجاءت الحدود الدنيا لكليات قطاع الطب البيطري بتنسيق المرحلة الثانية كالآتي: طب بيطري المنصورة 359 بنسبة 87.5%، طب بيطري الزقازيق 358 بنسبة 87.3%، طب بيطري سوهاج 358 بنسبة 87.3%، طب بيطري كفر الشيخ 358 بنسبة 87.3%، طب بيطري جنوب الوادي 357 بنسبة 87.07%، طب بيطري المنيا 357 بنسبة 87.07%، طب بيطري المنوفية 357 بنسبة 87.07%، طب بيطري الإسكندرية 357 بنسبة 87.07%، طب بيطري دمنهور 357 بنسبة 87.07%، طب بيطري القاهرة 356 بنسبة 86.82%، طب بيطري أسيوط 356 بنسبة 86.82%، طب بيطري بنها 355 بنسبة 86.58%، طب بيطري أسوان 354 بنسبة 86.34%، طب بيطري بني سويف 353 بنسبة 86.09%، طب بيطري مدينة السادات 353 بنسبة 86.09%، طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 353 بنسبة 86.09%، طب بيطري العريش 352 بنسبة 85.85%، طب بيطري مطروح 352 بنسبة 85.85%، طب بيطري الوادي الجديد 351 بنسبة 85.6%. وأعلن الدكتور خالد عبدال غفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدء تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعة بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية بحد أدنى 5%.